باش نفتتحوا هذه الأكاديمية الأولى بمراكش لما لها من صيت عالمي وباش نستغلوا التراث اللامادي ديال هذه المدينة الغراء باش نفتتحوا على عوالم أخرى إن شاء الله في العالم الأجمل. هذه الأكاديمية غادي يسيرها مدرب إسباني من فريق فالنسيا اللي هو اللي غادي يشرف على الفئات العمرية اللي من 8 سنوات إن شاء الله حتى 18 عام، وفصل الصيف غادي تخلي لها دورات تكوينية في فريق فالنسيا إن شاء الله باش نحاول ناخذوا واحد الزبدة من هذوك الشبان ومن هذوك الأطفال اللي يمشيو في هذاك المسار الاحترافي اللي كنتمنوا حنا جميع الشباب ديالنا والأطفال. وهذا تبقى للرسالة الملكية اللي وجه سيدنا المناظرة الوطنية للرياضة، وسير على النهج اللي خدا السي القجع باش ينهض بهذا المنتوج الكروي العالم الاحترافي. هو مسألة ذو وجهين، احنا مسألة احنا هذا افتخار بأنه كاع الأكاديميات الإسبانية بحكم القرب ديالها للمغرب كتجي وكتستمر عندنا احنا كتعطينا اضافه واحد الحاجه مضافه للمنتوج الكروي ديالنا باش يطلع. احنا كما قال جلاله الملك المساله فيها رابح الا احنا ربحنا واحد المنتوج الكروي كينهض لينا بالرياضه المغربيه، هذا فخر لينا واضافه للرياضه صفة عامة أو كرة القدم صفة خاصة. بالنسبة للمتابعة والمستقبل ديال هاد الوليدات اللي غادي يدخلوا في حالة ما إذا بنت مواهب، واش غادي تبقى هنا في المغرب ولا غادي تديوها السيرورة المستقبلية إن شاء الله ديال هاد الأكاديمية ملي كنكونوا هاد اللاعبين بالإضافة للأفارقة اللي غادي يجيو حتى هما غادي يتدربوا هنا ويتكونوا هنا، ملي غادي نشوفوا واحد النقلة من هذوك الشباب والأطفال راه عندهم آفاق مستقبلية ديال الاحتراف في فريق فالنسيا وفرق أوروبية وعالمية إن شاء الله. بالنسبة للأبواب المفتوحة غتكون النهار؟ الأبواب المفتوحة هي مفتوحة في وجه العموم باش يحضروا معنا الآباء ولا الأولياء ولا اللي عنده علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمجال الكروي يحضر معنا. الأبواب المفتوحة اللي غادي تكون نهار 23 يعني الأحد إن شاء الله. نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.